بون السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة تيكنومان. كالعادة كل يوم كل يوم كل يوم نحاولوا اننا نجيبكم جديد. بون ليكيب، هذا الفيديو خاص بالناس المبتدئة فقط. يعني اذا كنت انت محترف تعرف روحك تحقق مئات الدولارات يوميا، تعرف روحك برو، تعرف روحك تهدر بزاف وتزيد فوق الهضرة الزايدة، الفيديو هذا ماهوش ليك. يعني تقدر من دوكا تكيتي الفيديو وتروح لبلاصة اخرى تشوف كاش حاجة اللي تساعدك. هذا الفيديو مديول للمبتدئين بشكل خصيصا للمبتدئين. اذا راك حاب تحقق ارباح لا باس بها، اذا راك حاب موقع اختصار روابط يكون شباب، موقع اختصار روابط يكون ذو نسب جيده، موقع اختصار روابط للمالك تاعو جزائري، موقع اختصار روابط اللي يدفع لك سي سي بي، اللي يدفع لك البطاقات ايدوم، اللي يدفع لك على عديد طرق السحب المدعومه بي سي بي ام عالي، اذا راك حاب دير دراهم بموقع اختصار روابط زائد استراتيجيه لا باس بها للربح منها. يعني عديد الطلبات جاتني على مواقع اختصار روابط كي كنت ندير العروض مباشره. انا يعني كي كنت ندير لايف بزاف يقول لي ما هو افضل مواقع اختصار روابط، شنو ولا المليح فيهم كاع، كيفاش ندير منها دراهم، يكون سي بي ام مليح، يكون يدفع غايه. اليوم ان شاء الله راني جايكم بافضل موقع مع استراتيجيه مليحه باش نحققوا منه ارباح لا باس بها. بون الموقع تاع اليوم سموه ريال سكاي. ريال سكاي واحد من افضل مواقع اختصار الروابط حتى الان، يعني وحتى مؤسسة الموقع نعرفه بيان، يعني ما شاء الله انسان ما شاء الله. بون هنا يقول لك مونثلي ريوارد، كاين جوائز شهريه، عديد الارباح، تقدر تربح حتى 10% من الاحاله. هذا مهمه الموقع هذا واش هي والفيجن تاعهم وين راهم حابين يوصلوا. كاين حتى فيديو عليه. اكثر من 33 الف مستخدم لهذا الموقع، يعني اكثر من 33 الف عضو في هذا الموقع ليكيب، تخيلوا معايا. هنا يقول لك كيفاش دير باش تربح دراهم، فقط جوين، سجل، يعني انضم لينا، افتح الحساب تاعك، شارك الروابط تاعك وحقق ارباح. هذا ما كان يعني بسهوله ثم عندهم 24/24 سيبور، عندهم اناليستيك متطور، عندنا حد اللي سحب هو 2 دولار فقط. هذا ما كان ارباح الاحاله قلنا 10% واللي هي نسبه لا باس بها. هناك العديد من الناس اللي كما نقولوا يلخروا هذا الموقع، يقولوا بلي هذا موقع مليح، موقع ما شاء الله، مثل امير رغيب، مثل دارين اونوي، يعني عديد وعديد الاشخاص. طرق الدفع عديده، باي بال، بيتكوين، بير سكريل، باريد للجزائر للجزائريين، فليكسي، جيزي موبيل سعودي للجزائريين، باريد موب، بطاقات ايدوم، حتى بايزيرا، حتى الناس بايزيرا اللي حابه تحقق ارباح من بايزيرا متواجد بايزيرا. يعني من افضل المواقع للدول العربيه بشكل عام ليس فقط الجزائر. هذه معلوماتهم الخاصه اللي حاب يتواصل معهم. بون طريقه التسجيل في هذا الموقع، قبل ما نطرقوا طريقه التسجيل روحوا ببلش ريت. تخيلوا معايا شحال يقدم لكم لكل 1000 اختصار. راكم متذكرين بلي معظم المواقع تعطيكم 2 حتى 3 دولار لكل 1000 اختصار. شوفوا معايا هذا الموقع ليكيب، تخيل معايا بالنسبه للدول العربيه، مثلا تونس 8 دولار للكمبيوتر، 5 دولار للهاتف. مثلا العراق 8 دولار، 5 دولار للهاتف. مثلا الجزائر 8 دولار، 5.5 دولار للهاتف. يعني تخيلوا 8 دولار لكل 1000 اختصار. مروك نفس الشيء. معظم الدول العربيه، الكويت شوفوا حتى 9 دولار، السعوديه 8 7 دولار، قطر مثلا 10 دولار، ايجيبت 8 7 دولار. يعني تخيلوا معي الولايات المتحدة تصل حتى 17 دولار أرباح، تخيلوا معي لكل 1000 زيارة أو 1000 اختصار، وكل دول أخرى من 5 حتى 4.5 دولار، يعني سي بي ام مرتفع ما شاء الله. طريقة التسجيل في هذا الموقع سهلة جدا، برك تروح ساين أب، ندرك لكم رابط التسجيل إن شاء الله أسفل هذا الفيديو، تروح ساين أب يعني إنشاء حساب، تنتظر شوية تخرج لك هذه الواجهة. هنا دير برك اسم المستخدم تاعك، دير الإيميل اللي حاب تسجل به، دير كلمة سر، تعاود دير كلمة سر، دير لست روبوت، دير اي اجري، اقبل الشروط، ثم تضغط على ريجستر. راح نسجله قدامكم ونرجعوا. كيما راكم تشوفوا معايا خاوتي، هنا يقول لي بلي your account has been created. ندير برك الايميل تاعي، كلمه سر، وندير ساين ان، يعني تسجيل الدخول الى الحساب. بعد ما ندير تسجيل الدخول الى الحساب، درجه درجه نطرقوا الى تفاصيل الحساب، ونعطيكم راح نعطيكم الحاجه شابه بزاف في اخر الشرح هذا. كيما راكم تشوفوا حتى ان الموقع مختلف، يعني مختلف بزاف بزاف على المواقع الاخرى. شوفوا احترافيه كبيره في الموقع، بروفيشناليزم، يعني ارباح اليوم، المشاهدات اليوميه، الارباح اليوميه، ارباح الاحاله اليوميه، السي بي ام اليومي، هنا بالاشهر الارباح، بالادز والريفيرلز، يعني كل يوم بالارباح تاعو، يعني امور احترافيه. هذه واجهه الداشبورد الخاصه بك. هنا كي تبغي تدير حساب تدرك هنايا ولا تدرك هنايا. بون اول حاجه لازم نروح لواحد المكان، نروحوا هنايا، نروحوا بارامتر، ثم نروحوا بروفايل، روحوا بارامتر ثم نروحوا بروفايل. هنا في البروفايل شنديروا؟ نملئوا معلوماتنا الشخصيه، اسم، لقب، العنوان الاول، العنوان الثاني، المدينه، المنطقه، الرمز البريدي الخاص بولايتك والبلد الخاص بك، ثم بعدها رقم الهاتف، ثم بعدها تنزل لهنا وتختار طريقه الدفع اللي تساعدك. عادي طرق الدفع يا ودي ليكيب، طرق الدفع شوفوا، باي بال، بايزيرا، باريدي موب،
بيتكوين، باير، تحويل بنكي، سي سي بي $1 17,500 ما شاء الله. ادنى حد اللي سحب سي سي بي هو $25. كارت ايدو نتا 50، كارت ايدو نتا 100، موب فليكسي موبيليز جي زي اوريدو، فورتنايت، في باكس، جوجل بلاي كارد، بي اس ان كارد، اكس بوكس كارد، نتفليكس شهر واحد، ستيم والت. يعني والحاجة شباب بزاف بزاف، والحاجة اللي راح تخلعكم انه الدفع يومي، الدفع يومي ليكيب. تخيل معايا راه باغ اكزومبل راه الاثنين دير دومون تاع سي سي بي $25، الثلاثة تكون عندك ارباحك، يعني الدفع يومي ليس اسبوعي ولا شهري. تخيل معايا تم في نهارك تدي دراهمك، حاجة ما شاء الله. بعد ما تختار طريقة الدفع الخاصة بك مثلا سي سي بي، تجي هنا تعمر معلوماتك الخاصة بالسي سي بي وامورك الخاصة، هنا يقول لك كاع واش تزيد ودير سابميت. دوكا بعد ما عمرت معلوماتي الشخصية، ما هي طرق الربح من هذا الموقع؟ هناك طريقتين اساسيتين للربح من هذا الموقع. الطريقة الأولى هي الريفيروز أو الإحالة. تروح هنا ريفيروز، تلقى رابط خاص بك، هذا الرابط تشاركه مع أصحابك في ميتك في جروبات في الفيسبوك، تبني فريق معاهم باش هاد الناس يخدموا تاني، وكل ما يديروا أرباح عندك أنت 10% من هاد الأرباح دون لمس الأرباح الخاصة بها. هذه طريقة الربح الأولى. أما طريقة الربح الثانية، طريقة الربح الثانية عن طريق اختصار الروابط، يعني راح تختصر الروابط وراح تحقق أرباح لا بأس بها منها. يعني مثلا أنا أي رابط عندي، أي رابط، رابط تعليمي، رابط لازم نفكروا الاستراتيجيات لازم تكون بأمور مهمة، أمور يبحث عنها الناس. مثلا نعطيكم مثال كيفاش نختصر أنا الرابط. تقدر نروح لأي موقع مثلا، هذا ندير رابط هذا المتواجد في الأعلى، مثلا نكتب هنايا يوتيوب، هكذا مثلا نكتب يوتيوب، ندي الرابط تاع اليوتيوب هذا المتواجد في الأعلى ونختصر على هذه الشكلة. برك ندرك هنايا خرج لي هذه، ندير كولي هنا، ما ندير والو، ندير كولي وندير شورتن. هنا يقول لك this domain is not allowed، طبعا يوتيوب ماهوش allowed في السيستم. على الاقل نديرو حاجه مليحه مثلا هكذا، مثلا مثلا هذه اشري دوت نت، مثلا ندير كوبي وندير هكذا وندير كولي وندير شورتن. هاي لا يعطيك رابط مختصر، يعطيك رابط مختصر. هذا الرابط المختصر اي شخص عندما يدخل فيه شوفوا واش راح يظهر له. اي شخص عندما يدخل في هذا الرابط المختصر شوفوا واش راح تجيه لك. انا نحاول ان نشرحكم درجه بدرجه. من يدخل في الرابط المختصر راح تجي هذه الواجهه، راح تجي هذه الواجهه، ما عليه الا انه يدرك جون سوي با ان روبو، يعني طريقه اختصار الرابط. هنا قال له خير لي زيسكالي، خير دروج، ثم يدير فاليدي، ثم يدرك كليك هير تو كونتينيو هكذا، ثم تخرج له واجهه اخرى فيها ثواني، ينتظر هذه الثواني تكمل، ننتظروهم ونرجعكم. كما راكم تشوفوا ينتظر هذه الثواني تكمل، بعد ما تكمل هذه الثواني يدرك على جات لينك. غير يدرك على جات لينك راح تديه للواجهه اللي راه باغيها بهذه السهوله، وانت تتعدل لك زياره وتطلع لك في الستاتستيك من بعد باللي دخلت لك في الزياره تاعك في ارباح. تخيلوا معايا هاي لا دوكا دخلت الروحي ديت $0.006 بي سي بي ام $6 لكل 1000 مشاهده. تخيلوا معايا بسهوله تمام، نفس الشيء بالنسبه لكامل الناس. دوكا نوصلوا لاهم خطوه، ما هي الاستراتيجية؟ هناك عديد التولز، كاين كويك لينك، ماسترينكر، فول باش سكريبت، اذا عندكم صفحات في مثلا مدونه حاب دير كل روابط مختصره اوتوماتيكيا، كل شيء تقدر ديره هنايا. هذه انوفينس، انوفينس متعلقه بخاطينا احنا بيان سور. هنا نورمالمون تلقى الارباح تاعك شحال خرجت وين تخلصوا كل شيء. مين تبغي تسحب تضرك ويدرو هنايا وتسحب الارباح تاعك اللي تكون عندك بسهوله تامه. بون كيفاش الاستراتيجيه اللي نستعملها؟ برك روح للفيسبوك، روح للفيسبوك، مين تروح للفيسبوك تلقى روح للجروبات تاع الباك، باكالوريا، اكتب باكالوريا، ها باكالوريا. نعطيك استراتيجيتين، اما تروح للفيسبوك اما ديرها في مثلا باكالوريا اقتصاد، باكالوريا اداب وفلسفه، عديد الجروبات راح تلقاهم، راح تلقى عديد وعديد الجروبات الخاصه بالبكالوريا، ادخل فيهم كامل. روح لجوجل اكتب مقترحات بكالوريا 2020، اكتب مقترحات هكذا، مقترحات باك 2020 هكذا. ثم واش دير؟ دير الرابط الاول مثلا، مثلا هذا مثلا 2020، مثلا 2020 تحضير، تدرك برك هكذا وتدي الرابط الفوقاني برك هذا مكان، هذا برك تختصره هنايا، تدرك في الزائد تختصره هنايا هكذا، دير شورتن، يعطيك رابط جديد. هذا الرابط شدي له ترفدو، واش تكتب لهم؟ تكتب لهم مقترحات، من يريد مقترحات بكالوريا 2020 يضع تم في تعليق. يبداو الناس يكتبوا لك تم تم انا، تبدا ترسل لهم في الرابط في التعليقات وتبدا تحصل على مشاهدات وبالتالي ارباح. هذه طريقه. استراتيجيه ثانيه انك تروح لليوتيوب تضع فيديوهات، تكتب اللي كاين عديد المقترحات ودير الروابط الاسفل. هذه استراتيجيه ثانيه ايضا، هذه بعض الاستراتيجيات حبيت نشاركها معكم. بون دوكا كاينه واحد المفاجاه،
ماشي مفاجاه، عباره عن بونيس للناس الفي اي بي، كان الموقع داير الناس اللي يخدموا غير دون في اي بي. كيفاش دون في اي بي؟ نقول لك اش الموقع تاع ريال سكاي للمستخدمين المهمين، اذا كانت مثلا عندك في النهار من 200 زياره فاكثر يعني تولي في اي بي، اذا مثلا عندك في النهار من 200 زياره فاكثر، كي تطلب مثلا 10 دولار يسلك 20، يعني ارباحك اول دفعه ليك راح يعطوها لك مضاعفه. يعني اذا كنت تجيب 200 مشاهده في النهار ولا 200 زياره في النهار، كي دير مثلا طلبت 10 دولار توصلك 20، اذا درت 20 توصلك 40، اقصى حد هو 100، يعني اذا طلبت 100 توصلك 200، ويزيدوا لك 10% من كل ارباح تاعك الاخرى. تخيلوا معايا ليكيب انه عباره عن ميزه في اي بي. اذا كنت انت في النهار تحصل من 200 زياره فاكثر، كي دير طلب سحب الاول تاعك مهما كان نوع ذاك الطالب، المهم يفوت 100 دولار، اذا وصل 100 دولار يعطيك 200 دولار ويزيد لك 10% في كل الارباح الاخرى. هذا هو شرحت انا اليوم مع استراتيجيه خفيفه، ان شاء الله هكون فدتكم ليكيب. كل الروابط راح توجدوها اسفل هذا الفيديو. الموقع المؤسس تاعو جزائري، ندعموا وليد بلادنا، نستفادوا ونفيدوا كما نقولوا حنايا. ان شاء الله هكون فدتكم ليكيب. ما تنساوش وصلنا الفيديو 500 لايك، ما تنساوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو قادم ان شاء الله.